والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى أي مدى يعني تنجح استطلاعات الرأي في التنبؤ، حيث أن صحيفة واشنطن بوست استبعدت ما تتنبأ به هذه الصحف؟ بداية تحياتي لحضرتك ولجمهور القاهرة الإخبارية في كل مكان. لا شك أن استطلاعات الرأي متهم رئيسي في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أكثر من دورة سابقة يعني اتهمت استطلاعات الرأي بقصورها أو بتضليلها للرأي العام، ويبدو أنها يعني رغم الأيام الماضية تم الاعتماد بشكل كبير على نتائج هذه الاستطلاعات التي أكدت التقارب الكبير بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الامريكيه، لكن يعني فاجانا التصريحات الاعلاميه اللي حضرتك اشرت اليها الى امكانيه ان تكون هذه الاستطلاعات غير صادقه، وان يتحقق نتيجه بفوز كبير لاحدى المرشحين على الاخر، وهو امر يبدو يعني مثيرا بالفعل، لانها الجميع يعني يتوقع التقارب في النتائج، وهو ما دفع الى وجود اهم دفع المرشحين حتى في الايام الاخيره في جولاتهم الانتخابيه الى الاعتماد بشكل كبير على الولايات المتراجحه التي قيل انها ستحسم الانتخابات، وهذه الولايات قيمتها الحقيقيه بتراجع الى التعادل، وهذا التعادل يعني التقارب بين المرشحين في اعداد الناخبين الذين يصوتون لهم يجعل قيمه لهذه الولايات. فإذا كانت النتيجة ستحسم لأحدهما بفارق كبير، فلماذا أصلا تم ما تم خلال الأسبوع الأخير؟ فبالفعل أعتقد أن يعني أن الأمر فيه التباس على الصحيفة، أو ربما تفاجئنا النتائج بما يتوافق معها، لأن إحنا مع الانتخابات صحيح مع الانتخابات الأمريكية التوقعات صعبة جدا، وهي دائما ما تحمل قدر من المفاجآت سواء على مستوى النتيجة النهائية أو على مستوى التصويت في بعض الولايات. يعني أبرز مثال كانت 2016 هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، ولذا سأسألك سؤال آخر، وهو يعني من خلال متابعات حضرتك، هل ترى أن ما يحدث في الانتخابات هذا العام طبيعي ومتعرف عليه، أم هناك شيء مختلف؟ لا شك طبعا أن انتخابات رئاسة 2024 هي استثنائية بكل المقاييس، فلدينا مرشح يعني لديه اتهامات جنائية كبيرة، وكان رئيس سابق وهي سابقة لم تتكرر كثيرا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا لدينا مرشحة ديمقراطية مرشحة الصدفة التي قذفت بها الأقدار في بشكل مفاجئ قبل 100 يوم إلى منصة المنافسة، وأثبتت وأبلت بلاء حسنا في هذه المنافسة بالمناسبة، يعني ما حققته كمالا هاريس خلال الأسابيع الأخيرة من تساوي حتى مع مرشح ثقل دونالد ترامب هو نتيجة طيبة لها لأنها دخلت المنافسة متأخرة. فهذه الانتخابات في ظل ما يحدث في العالم، في ظل وجود أحداث على المستوى السياسة الخارجية الأمريكية كبيرة وضخمة، وفي ظل الداخل الأمريكي يعني الذي يشهد أكبر انقسام كبير في الداخل الأمريكي وحالة استقطاب قوية في الداخل الأمريكي، كلها عوامل تجعل من المناخ الانتخابي والمشهد الانتخابي هذا العام استثنائيا بكل المقاييس، وهو ما يبشرنا بنتائج أيضا توازي هذه الاستثنائية، أو حتى إذا كانت النتائج تقليدية فأتوقع أن ما يأتي النتيجة فسيكون بعضك يعني يتماشى مع هذه الاستثنائية التي فرضتها الناس على انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024. هناك من يرى بأن دونالد ترامب هو أكثر جاهزية من كاميلا هاريس فيما يخص القضايا، قضايا الاقتصاد وكذلك تأمين وحماية الحدود، ما رأيك في ذلك؟ إذا استثنينا من دونالد ترامب المسائل الظاهرية فيما يتعلق بأدائه وهجوميته وبعض تطرفه في بعض الأحيان، لكنها تجربته في الولاية الأولى كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الملف الاقتصادي تحديدا والملفات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن هذا يمنحه فرصة كبيرة، لأن الشعب الأمريكي اختبره ونجح في ذلك إلى حد بعيد. ايضا فكره ان دونالد ترامب قادم من يعني من بعيدا عن منصب الرئيس، يعني يعني بعده السنوات الاربعه الماضيه بيمنحه قوه دافعه تلقائيه
لان من يكون في منصب رئيس كما كمالا هاريس بيكون متورط في كل الاخطاء السابقه في السنوات الاخيره، فبيسدد فاتوره عن هذه الاخطاء بطبيعه الحال. هل تقصد القضايا السياسيه؟ يعني هل تقصد القضايا السياسيه مثل الموقف من غزه مثلا، حرب روسيا الاوكرانيه وما الى ذلك؟ بطبيعة الأحوال هذه الأخطاء في مقدمتها بلا شك في ذلك، لكن بشكل عام هي في مجمل تجربة السنوات الأربعة الأخيرة كمالا هاريس هي شريك أو بشكل أو بآخر للإدارة الديمقراطية الحالية، إدارة جو بايدن، والمواطن الأمريكي بتكون هذه الأحداث مؤثرة عليه في اللحظة وفي قراره الحالي، فبطبيعة الحال بيكون في جزء من تصويته ضد السنوات الأربعة الماضية لأنه لامس أخطاء ولامس مشاكل أو تحديات كبيرة حصلت سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى السياسة الخارجية اللي أصبح لها دور كبير وتأثير حقيقي في اللحظات الأخيرة. يعني السياسة الخارجية الأمريكية، ملف السياسة الخارجية ليس دائما ما يكون بطلا في الانتخابات، لكن في هذه الانتخابات في اللحظات الأخيرة وبسبب فكرة الولايات المتراجحة والتصويت فيها والأصوات المتعددة فيها ظهر أو بزغ نجم ملف السياسة الخارجية بطبيعة الحال بما يحمله من تشابكات مع دول مثل روسيا والصين وإيران طبعاً. وكلها أطراف فاعلة في المشهد العام. يعني من اللافت أيضا في الصحف ما تناولته الصحف الأمريكية خلال اليومين الماضيين، وهو التحذير المستمر من فوضى بعد إعلان نتائج الانتخابات. لماذا برأيك؟ هل ربما هناك مخاوف من تكرر سيناريو الكابيتول مثلا؟ لا شك أن ما حدث في يناير 2021 يمثل نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ الديمقراطية الأمريكية و في تاريخ الحضارة الأمريكية بشكل عام، وهناك حالة هلع حقيقي داخل المجتمع الأمريكي من تكرار هذا السيناريو، خاصة مع استخدام المرشح الجمهوري ورئيس السابق دونالد ترامب للتلويح بشكل متكرر لهذا الأمر في أكثر من مناسبة، وهو ما جعل الأمر يعني محط اهتمام وانتباه العالم الناخب الأمريكي، وجعله يعني فعلا مضغوط وهو يصوت في هذه الانتخابات بسبب مثل هذه الأفكار التي تهدد النموذج الديمقراطي الأمريكي الذي يبقى به كل مواطن أمريكي ويدعي أنه الأفضل على مستوى أفضل نظام انتخابي في العالم. فما بالنا إذا كان هذا النظام يؤدي إلى نتائج مثل ما شاهدناه قبل 4 سنوات من أعمال شغب ومن عدم اعتراف حتى اللحظة. يعني أنا المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيس السابق لم يعترف حتى هذه اللحظة بالنتيجة في سابقها لم تتكرر في تاريخ الولايات المتحدة، ورفض الاعتراف بالنتيجة ورفض الاعتراف بفوز بايدن، وحتى الأيام الأخيرة هو يشكك في هذه الانتخابات ويقول أن التصويت عبر البعيد تم فيه بعض التجاوزات، وكل هذه العبارات تستفز جمهور وتستفز مؤيديه وتجعله. لماذا يستخدم هذا كامل؟ نعم، لماذا يستخدم هذا في هذا التوقيت قبل بدء الانتخابات الفعلي؟ يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ هل هو يعني مبيت النية بأن هناك ربما يحدث خروقات وبالتالي هذا سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات معينة؟ الحقيقة ده جزء من ملامح الخطاب السياسي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وجزء من يعني من عوامل انجذاب الجماهير للخطاب المتطرف الشعبوي اللي فيه حالة تعبئة وحشد للجماهير. هو ده دي طريقته في حشد أنصاره وفي طريقته في الإيحاء للأصوات المتعددة، وبالمناسبة ده يعني دي الأصوات يعول عليها الكثير في حسم هذه الانتخابات بأنه زعيم قوي وزعيم قادر على انتزاع حقه بقوة، وهو في كل المناسبات يقول أنه سيفوز ويبشر أنصاره منذ الأمس بأنه سيحقق هذه نتيجة كبيرة وأنه الانتخابات محسومة لصالحه، ويخشى الديمقراطيين بالمناسبة من إعلان مبكر من ترامب وحملته بالفوز قبل إعلان النتائج النهائية لإصابة أعمال شغب مستقبلية بسبب هذا الإعلان وبسبب تمسك مؤيديه وأنصاره بأنه الأحق بالفوز. يعني بما أننا نتحدث الآن عن دونالد ترامب، فيعني من هي الفئات التي نجح دونالد ترامب في استقطابها؟ يعني نحن أمام ولايات متأرجحة، أمام أقليات، أمام فئات عديدة، الشباب، المرأة، اللاتينيين وما إلى ذلك، العرب طبعا. من الفئات التي نجح دونالد ترامب في استقطابهم فعلا؟ لا نستطيع بشكل حاسم أن نتحدث عن فئات بعينها، لكن إذا تحدثنا عن قطاعات هي تشكل عصب جمهوره الأساسي فهو طبعا بالأساس هم الأمريكان البيض بشكل أساسي، بالأساس الفئات الأقل تعليما في المجتمع الأمريكي، الفئات المهمشة،
كل هذه الفئات هو نجح في التعبير عنها وفي التعبير عن هموم. ولكن سأقاطعك قبل أن تكمل، يعني من ضمن يعني الانتقادات التي وجهت لدونالد ترامب بأنه رئيس الأغنياء، كيف هو يعني ينجح في استقطاب هذه الفئات غير مكتملة التعليم والعمال وما إلى ذلك؟ هو يعني خطابه شامل وعام، لكنه يعني يحمل جانب من التطوف ومن إسجاء العنصرية الأمريكية. هو صاحب شعار أمريكا أولا، وهو شعار قد يرضي الغني وقد يرضي الفقير. في النهاية كل طرف يبحث عن مصلحته، الغني يبحث عن استقرار، يبحث عن أن أموال دفع الضرائب تبقى في الولايات المتحدة ولا تلقى في حابس مثل حرب أوكرانيا أو حرب غزة. الفقير يتمنى أن تكون هذه الأموال من أجل إصلاحات تفيده، ومن أجل توفير فرص عمل، ومن أجل تحسين الاقتصاد. فالاثنين واقفين على قضية واحدة، قضية يعني معيشة أفضل وتحقيق فوائد مباشرة لكلاهما. وهذا خطاب يعني مستمر لدى ترامب، فكرة أن أمريكا أولا. هو خطاب يعني حاسد يعني جامع، وعنده القدرة على أنه يلتف حوله الكثيرين. ايضا هو يحمل قدر من الافكار التي تتعلق بمكافحه الهجره ومحاربه المهاجرين، وهذه تمثل يعني قيمه مهمه لبعض الاصوات، وخطاب عاطفي يجذب اليه الكثيرين. فكل هذه مثل هذه الافكار تستطيع ان تجمع حولها هذه الفئات المتناقضه كما اشرت حضرتك. نعم، بالنسبة لفئة الشباب، يعني الشباب هم مستقبل أي أمة، وعادة لابد أن يكون هناك خطاب خاص موجه للشباب. أين الشباب في هذه الانتخابات، وإلى من يميلون تحديدا؟ ظني أن الشباب أقرب دائما إلى الحزب الديمقراطي لما يحمله من أفكار لها علاقة قوية بالعصر، لها علاقة قوية بالمستقبل، خطاب نخبوي إلى حد ما. لذلك يستطيع الخطاب يعني ليس فقط في مع كاميلا هاريس، لكن أظن في أغلب النفسات السابقة كان الحزب الديمقراطي أقرب إلى الشباب. أيضا انتقال المنافسة من جو بايدن بما بسنه الكبير إلى منافسة مرشحة أقل سنا، سواء عن بايدن أو حتى عن ترامب، يعني كاميلا أصغر من ترامب بحوالي 18 سنة. ده منحها فرصة أكبر لأنها تكون أقرب إلى الشباب. حيويتها وحركتها الكثيرة أوحت إلى الشباب بأنها قريبة منهم، ربما هذا منحها فرصة أكبر لتكون معبرة عن صوت الشباب في هذه الانتخابات، بالإضافة طبعا لكونها امرأة، فده منحها خصوصية أخرى ربما تزيد من فرص التصويت لها بين النساء. أيضا كونها ملونة، كل هذه عوامل تضاف لها كعناصر جاذبية، في مقابل ما أشارنا إليه في بداية حديثنا من أنها متورطة في الإدارة السابقة، وهذا أمر يقلص بشكل أو بآخر من فرص المرشح إذا كانت هناك أحداث ضخمة تؤثر على الانتخابات، مثل ما أشارت حضرتك الأحداث الخارجية في أوكرانيا وفي غزة تلقي بظلالها بشكل أو بآخر على المشهد. إذا تحدثنا عن المعسكر الأوروبي، يعني أقصد هنا الدول الأوروبية، من تفضل من المرشحين؟ بطبيعة الحال هناك خطة طوارئ أعلنت في الاتحاد الأوروبي بشأن عودة إلى البيت الأبيض، لأن الدول الأوروبية اختبرت وجوده في السنوات الأربع ما بين عامي 2017 و2021 وجربته جيدا، وتعلم أنه يعني بشكل معلن هو يعني أعلن أن يعني اهتمامه الأكبر بالداخل الأمريكي وتقليص دور أو تقليص فاتورة الأعباء الأمريكية الخارجية. هذا سيدفع بطبيعة الحال إلى تقليص الدعم المادي لحلف الناتو وللتواجد القوي في أوروبا، وهو ما سيمكن روسيا من جديد من الانفراد بأوروبا كما كانت في عهده، وسيجعل مصير الحرب في أوكرانيا معلقة. ربما أعلن دونالد ترامب نيته في من ضمن دعاياته الانتخابية أنه سينهي هذه الحرب في خلال يوم واحد، ونتمنى أن ينجح في ذلك، فالسلام أمر مهم. لكن على المستوى العام الأوروبيين يخشون جدا من عودة ترامب على هذا المستوى. وعلى المستوى الاقتصادي فهناك يعني أفكار اقتصادية في مشروع ترامب الاقتصادي تتعلق بالضرائب والجمارك على الواردات الأوروبية، ربما ستسبب علاقة تجارية صعبة ومعقدة ومتوترة.
بالضبط، ووصفت في بعض وسائل الإعلام بأن هناك حرب تجارية يعني ربما تحدث بين أمريكا وأوروبا بسبب الأفكار الاقتصادية لدونالد ترامب. نعم، هذا بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن ماذا لو عرض ترامب على أوروبا فكرة الاستقلال السياسي؟ هل ربما يكسبهم إلى الحزب التابع له؟ الحقيقة أن كل يعني الأفكار المعلنة من ترامب تمثل يعني أو أفكار ضد الأوروبيين وضد المصالح الأوروبية المباشرة، فلا أعتقد أن هناك مجال يعني حتى يعني السواد الأعظم من دول أوروبا يعني ترفض عودة ترامب بشكل أو بآخر إلى البيت الأبيض، وتفضل استمرار كامالا هاريس للاستمرار نفس السياسات جو بايدن التي أحدثت توازن في العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد سنوات بعد ولاية ترامب الأولى التي شهدت علاقة فاتحة بينه وبين الأوروبيين وتدهور كبير في العلاقات. أعتقد أن تجربة ترامب في الولاية الأولى هي ما تلقي بظلالها الحقيقية على العلاقة بينه وبين الأوروبيين وتجعل الطريق مسدودا. لا شك أن هناك يعني في حالة وصوله ستبدو هناك بعض التفاهمات، لكن ستبقى يعني المسائل في صعود وهبوط طوال سنوات حكمه إن عاد إلى البيت الأبيض، وسيؤثر بذلك بشكل أو بآخر على المسار الأمريكي الأوروبي، وهو أحد المسارات المهمة في العلاقات الدولية لأمريكا، ويعول عليه الكثير في إضاءتها لشؤون العالم. يعني نحن تحدثنا عن بعض المميزات وبعض الانتقادات التي وجهت إلى ترامب وكذلك ربما إلى هاريس. السياسة التي تنفذ معروف بأنها سياسة البيت الأبيض، إذن لماذا هذا الاختلاف بين دونالد ترامب وبين كاميلا هاريس، إذ إن السياسة التي ستنفذ بعد ذلك هي سياسة البيت الأبيض؟ قاعدة أن السياسة الأمريكية الثابتة التي كنا نرددها في سنوات ماضية، أعتقد أن وصول ترامب إلى سدة المنافسة الحقيقية في انتخابات 2016 بدأت يعني تزلزل هذه الثوابت الراسخة عن الإدارات الأمريكية المتتالية التي كنا نتحدث أنه لا فرق بين جمهوري وديمقراطي، لأن البيت الأبيض وسياسة الإدارة الأمريكية هي سياسات ثابتة لكن تختلف في شكل التنفيذ أحيانا، في طريقة التنفيذ، لكن الأهداف العامة دائما تكون راسخة. لكن عندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض أعتقد أنه أحدث زلزالا كبيرا في مثل هذه الثوابت، وأصبح وجود شخص مثله تحت لواء ما وصف بأنه الترامبية بكل ما تحمله هذه الترامبية من أفكار يعني وصفت بأنها خارج الصندوق التقليدي للحكم في أمريكا، وربما تكون ضد ثوابت كثيرة في شكل إدارة الحكم في أمريكا، فهذا جعل الأمر مختلفا عما وصفتي حضرتك. فوجود ترامب سيختلف بشكل كبير عن وجود كاميلا هاريس في البيت الأبيض، كلاهما له رؤية مختلفة في العديد من القضايا، هناك قضايا خلافية كبيرة جدا بينهما سواء في الاقتصاد أو في الداخل الأمريكي أو في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وكلها ملفات أثير حولها جدل كبير، يكفي موقفه من المهاجرين، موقفه من الإجهاض، مواقفه الاقتصادية في محاربة الصين وفي رفع الجمارك والضرائب على الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا، كلها أفكار ربما ليست هي من 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 ثوابت العمل داخل الإدارات الأمريكية أو من ثوابت ما كان يتم حتى في ثواب الانتقال ما بين إدارة جمهورية وديمقراطية طوال السنوات الماضية. هو له أفكاره الخاصة التي يعني تبدو مختلفة بالكل عن شكل الحكم في أمريكا، وهو ما يدفع إلى القلق وما يدفع إلى كل هذا الجدل حول مسألة عودته إلى البيت الأبيض، سواء لدى قطاع كبير من الأمريكيين أو لدى العديد من دول العالم سواء في أوروبا أو الصين أو في إيران. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية.